البيت باي بيت 2024 الصف الاول الابتدائي، ونزل لي بتصميم جديد بقى، ايه حاجات بارزه كده وزي الفل. وهنشوف البيت باي بيت عامل ايه من جوه. هنا البيت باي بيت اول حاجه رجع لي على الالفابت اللي هي الحروف الابجديه بالانجليزي اهوت، ورجع لي على كل الحروف، وكمان خلى ورقه ابيض زي الفل. بصراحه الورق بتاع البيت باي بيت اتحسن جدا جدا. ثواني بزق الكتب، الصفحه مش عايزه تدور. وهنا كمان عمل لي اكتيفيتي ومراجعه على الكلمات، مش عارفه اقولها تلاقي مراجعه على كلمات ايه، بس يعني خلوه يرغي وخلاص. هنا الهوم ورك اهوت، وبيت باي بيت المعتاد اللي احنا عارفينه بتمارينه الكتير، ولكن هو كتر التمارين، كتر مكان الحفظ، اهو بقى كبر جدا، ما كانش كده الاول خالص، اهو مكان الحفظ كبر جدا، بقت صفحه الهوم ورك بقى صفحه. ده كده بيساعد اولياء الامور ان ما تكونش فيه فراريس ولا الكلام ده. وكمان الورقه بتاعته بقت فله، لا البيت باي بيت اتحسن جدا وبقى زي الفل اهو. ده البيت باي بيت اولى ابتدائي كونكت، تمام. طبعا شرح البيت باي بيت بتاعنا الجميل، ولكن هو كتر مكان الواجبات وكتر الاكسرسايز بتاعته، وكمان في الاخر عامل لي جنرال ريفيجن كبير جدا جدا، وعامل لي الجلوسري في النهايه مكان للتسميع والديكتيشن. والكتاب 267 ورقه، وعامل النهارده 2024 عامل 95 جنيه.